وسعيت موقع الفضائية القطرية أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج قطر هذا المساء نخصص حلقتنا اليوم للأزمة المتعلقة بوجود مادة قد تكون خطيرة على صحة الإنسان بالمياه المعبأة الموجودة بالأسواق القطرية سواء المحلية منها أم المستوردة هذه الأزمة انفجرت منذ فترة وتداولتها الصحف المحلية بشكل يومي ناقلة تضارب الآراء بين المصادر التي تؤكد الخ. ونفي الهيئة الوطنية للصحة لما قيل القضية لم تحسن بعد وفي حلقتنا اليوم نحاول الاطلاع على مجريات هذه الأزمة باستضافة الدكتور محمد أحمد علي رئيس قسم صحة البيئة بالهيئة الوطنية للصحة في حلقتنا أيضا مواضيع محلية أخرى نتابعها بعد هذا الفاصل للمره الثالثه تعلن الهيئه الوطنيه للصحه انه لا توجد اي اخطار وشيكه على الصحه نتيجه استهلاك مياه الشرب المعباه المتوفره في دوله قطر وتؤكد الهيئه انها اكملت الاختبارات اللازمه على هذه المياه بمختلف علامتها التجاريه بهدف التاكد من سلامتها سواء كانت مستورده او منتجه محليا نفتح اليوم هذا الموضوع مع الدكتور محمد أحمد علي رئيس قسم صحة البيئة بالهيئة الوطنية للصحة أهلا بكم دكتور أهلا بكم دكتور مسلسل أزمة المياه المعبأة يكون قد يعني يعني استمر لفترة طويلة كيف انطلقت أو كيف بدأت هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم, الله الرحيم. أشكر حضرتك على استضافتي وأشكر الفضائية القطرية لتوضيح هذا الأمر حول سلامة المياه م -م. بداية الامر بدأ في اخر شهر يناير في الاسبوع الاخير من شهر يناير والاسبوع الاول من الاسبوع الاخير من شهر ديسمبر والاسبوع الاول من شهر يناير هذا العام. نعم. الاجراء المتبع لفحص المياه المعبأة بيكون ما بين ثلاث جهات. حين الاستيراد المفروض الهيئة الوطنية للصحة ممثلة في قسم صحة المواني بياخد عينات من الطلبيات او الباتشز اللي موجودة وبيبعتها للتحليل في المعامل المركز المختبرات المركزيه بتاعة الهيئه الوطنيه للصحه وبيطابق نتيجه التحليل بالبطاقه الموجوده على المياه. ده الدور في دخول المياه للدوله. مه. في دور تاني عند عرض هذه المياه في المجمعات او في الاسواق او كده ده بيقوم به وزاره البلديه بتتابع عرض وتداول المياه المعبأه في الاسواق. مه. الدور الثالث بيرجع برضه الهيئة الوطنيه للصحه ممثل في قسم صحه البيئه صحة قسم صحة البيئة بيقوم شهريا بجمع عينات من المصانع المحلية اللي بتنتج مياه معباة في قطر <applause> وبيراجع شروط السلامة في المصانع ديت، السلامة والصحة الموجودة. فطبعا هي الموضوع بدا ان في الباتش او المجموعة اللي جت في اخر اسبوع من شهر ديسمبر اتبعتت للتحليل في المختبرات المركزية واثبت التحليل فعلا وجود نسب تتجاوز المسموح بها من ماده معينه لكن من اطلق الخبر اول مره يعني هو طبعا محتمل ان يكون لان طبعا ديت خدت اجراءات بعد كده هو. بعد كده طلعت الـ 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 الاخبار في الاس ام اس وفي الايميل وبعدين تسربت للصحابه للصحافه انما طبعا هي كانت بدايتها الرقابه الروتينيه اللي بتعملها وزاره الصحه اساسا نعم. الهيئه الوطنيه للصحه نعم. فطبعا فور ما طلعت النتائج العينات تم عقد لجنة طارئة جلسة طارئة للجنة الأغذية الأدمية بالهيئة الوطنية الصحة وطبعا ديت ممثل فيها عدة وزارات وهيئات منها البلدية ومنها المؤسسة العامة للمواصفات المقاييس وقمنا بوضع آلية للعمل آلية العمل دي تضمنت نمرة واحد جمع عينات من جميع المياه المعبأة سواء مستوردة او محليه من الاسواق هو هو نفس المشكله يعني بالنسبه للمياه المستورده والمياه المحليه لا هو المشكله ظهرت في مياه مستورده بتفحص نعم بتفحص روتينيا ظهرت ان فيها نسب عاليه فقلنا ايه طب ما احتمال يكون اتسرب للسوق اكيد فلازم نشوف السوق كمان في ايه فقمنا بوضع خطه العمل نمره واحد ان جميع تجمع عينات من السوق المحليه من جميع الماركات طبعا الماركات المحليه هم ست ماركات بس انما الماركات المستورده بتتجاوز 50 ماركة فقط. نمره اثنين ان تم رفض الشحنه طبعا الموجود فيها الماده ديت وتم اصدار تعليمات جديده بان اي شحنه تيجي مستورده من المياه المعبأه لابد ان تحصل على شهاده من معامل معترف بها بخلوها من هذه الماده. برضو ارجع اوضح ان الماده نفسها لم يثبت طبعا الكلام دوت كلام الصحه العالميه نعم. ان لم يثبت لها ضرر على الانسان الضرر الثابت ليها على حيوانات التجارب حين التعرض لجرعات عاليه جدا ولسنوات طويله فلا فعلا ما احنا بنقول ليس هناك خطر وشيك من استخدامها بمعنى ان الانسان لو تداولها لشهور حتى ما اي خطر منها يعني ان هذه الماده يعني يجب ان تكون متواجده في المياه لكن بنسب بنسبه تحترم محدد. يعني معايير طبعا هي كل على كل المواد اللي موجوده في المياه المواد الكيميائيه دي مواد كيميائيه لها نسبه لها حد ادنى وحد اعلى لا. اما اما بتتجاوزه بنقول المياه غير صالحه انما لا لا تمثل خطر وشيك إذا الدفعة التي وصلت يعني كان بها شيء نعم. لا نقول يعني بالغ الأهم الخطورة يعني لا. لكن كان في مشكل نعم كان, كان في مشكلة كيف عالجتم هذا المشكل أو على الأقل بدأتم معالجة هذا المشكل؟ آه 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 اللجنة لما انعقدت اللجنة لجنة الأغذية الآدمية زي ما قلت لحضرتك واحد تم إصدار تعليمات بالحصول الشهادة بالحصول على شهادة لأي آه باتش يجي من, من الخارج تم منع الكميات دي من دخول الدولة قمنا بجمع عينات من جميع الماركات في الدولة قام أم قسم صحة البيئة بعمل حملة مكثفة على الخمس مصانع الموجودة في الدوحة اللي بتنتج بتنتج مياه معبأة وقمنا بمراجعة عملية عملية الانتاج من الالف الى الياء لضمان خلوها من اي من اي معوقات ممكن تكون موجودة في في العملية او اخطار صحية وقمنا بجمع عينات من جميع الـ لان ممكن الـ الشركات دي بتنتج عبوات مختلفه الاحجام نعم. كل الاحجام جمعنا منها وارسلناها للتحليل في ثلاث اماكن عشان برضو الجوده يعني نتاكد من, من نتائج التحليل مم. فاتحللت في المعامل المختبرات المركزيه للهيئه الوطنيه للصحه وتحللت في معامل كهرباء وتحللت في دبي نعم. في معمل معترف به هناك مه. عشان يبقى في ثيرد بارتي او طرف ثالث ممكن ان هو ي... نرجع إليه حين الاختلاف. نعم و... هل المياه المحليه الخاضعه للرقابات تتم بطريقه مستمره ام؟ شهريا قسم صحه البيئه بي... بيمر على الشركات الموجوده لانتاج المياه المعبأة في المنطقه الصناعيه وبياخد منها عينات من و... وكل ست شهور المفروض ان احنا بنعمل مراجعه شامله لوسيله التصنيع. مه. والبلديه برضو بتقوم بجمع عينات من المياه المعبأه المنتجه سواء في زي ما قلت حضرتك سواء منتجه محليا او مستورده المعروضه في السوق. نعم، اما تلك الاتيه من الخارج هل هناك اجراءات جديده مثلا تفرضونها يعني بعد ما فجرت هذه الازمه مثلا نعم. كوصول هذه المواد يجب ان تكون هناك ستيكر او مش عارفه كيف هي شهاده معتمده من مختبر معترف به سيرتفايد يعني معترف به ان تثبت خلوها من ماده البروميد. طبعا احنا بنقول الكلام دوت لان الكلام دوت مش من الروتين مش من الاختبارات الروتينيه المعتاد عملها في المياه دي م. اختبارات وقت ما تكون مفروض ان في عندي بروم في المياه مش عايزين نخش في تفاصيل فنيه بس في مواد ما تكون موجوده في المياه بعمل تحاليل مكمله ليها نعم انما مش هي مش من الاختبارات الروتينيه اللي بتتعمل نعم هل تم سحب هذه الكميات الهائله ما هي التي... الماده اللي وجدت فيها المياه المعبأه اللي وجدت وجدت في شحنه لم يتم دخولها الى الدوله لسه ما دخلت لبقى. لسه ما دخلتش دي كانت عينات متاخده منها عشوائيه لاختبارها مه. بس وفي المستقبل يعني كيف ستتعاملون مع مثل هذه الازمات والله حضرتك هو طبعا دوت يعني بالنسبه للازمات اللي هي موجوده في الاغذيه بصوره عامه يعني احنا لازم نتوقع ان دي رقابه مستمره وانها ما بتنتهيش في يوم ومش براقب النهارده وخلاص ده المفروض الرقابه تكون مستمره والرقابه دي بتكون متكامله مع عده, عدة هيئات ووزارات في في صدد الحديث عن الهيئات معنا الان مداخله مع الدكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئه العامه القطريه للمواصفات والمقاييس مساءك سعيد دكتور مساء الخير ومساءكم سعيد ان شاء الله اهلا دكتور أهلين دكتور, أهلين. دكتور ما دور الهيئه في مثل هذه القضايا والازمات أه طبعا احنا يعني دائما اول شيء يعني في بدايه الحديث ود ان اثمن واقدر دور الدور الايجابي للهيئه العامه للصحه، الهيئه القطر الوطنيه للصحه، لدورها الحقيقه الكبير والايجابي للحفاظ على صحه المواطن والمقيم في دوله قطر. فهذه كلمه شكر وتقدير الحقيقه ودنا نسجلها في برنامجكم الطيب. احنا طبعا دائما نتفاعل مع قضايا المجتمع في اي في اي صوره من الصور. احنا طبعا يمكن لسنا اصحاب اختصاص في المياه ولكن دائما احنا آه نصدر المواصفات القياسية القطرية آه فبهذه الحالة طبعا احنا نتعاون مع الهيئة الوطنية للصحة ومع وزارة الشؤون البلدية والزراعة كوننا في لجنة واحدة لجنة مراقبة الأغذية الأدمية لإصدار المواصفات القياسية القطرية التي آه فعلا تنظم دخول هذه المياه أو الأغذية بشكل عام حتى نحافظ على جودتها ونحافظ على سلامتها طبعا دور التحليل والفحص وطبعا قائمه به الهيئه الوطنيه للصحه خير قيام في هذا المجال والحمد لله احنا طبعا الهيئه الوطنيه للصحه اصدرت رايها في هذا المجال وطمنت الناس بان المياه لا خطر فيها والحمد لله يعني. نعم. دكتور محمد بن سيف الكواري المدير العام للهيئه العامه القطريه للمواصفات والمقاييس شكرا جزيلا لكم. دكتور نواصل حديثنا يعني عن هذا الموضوع اذا الان الاجراءات الجديده التي اتخذتها الهيئه العامه للصحه الوطنيه للصحه عفوا ضروره حصول اي مياه معباه مستورده على شهاده من معمل معترف به تثبت خلوها من ماده البروميد <applause> اضافه الى التحليل الروتيني اللي بتعمله اذا إذا نطمئن الجمهور يعني المستهلك اليوم ماذا نقول له؟ نقول يعني بنقول له إن المياه الموجودة في الأسواق مياه آمنة وصحية وتخضع للمعايير العالمية ومعايير الصحة العالمية وإن يومياً في أربع جهات بتراقب المياه ديت، كل نقطة مياه بتخش في الدولة أو بتنتج في الدولة سواء معباة أو مياه شرب حتى شبكات بيراقبها اربع اماكن موجوده واربع اماكن على مستوى عالي جدا. نستطيع القول ان الملف يعني خلاص الملف اختتم يعني خلاص المسلسل انتهى ان شاء الله الى هذا الحد بيزنى وأنا الازمه ان شاء الله لن تتفجر مره اخرى. انا عايز اضيف برضو ان تفضل يا دكتور ان الازمه اذا هنسميها ازمه خروج المصانع منها حتى المصانع اللي هي اللي هي الخارجيه عمليه بسيطه جدا بتعديل بسيط في عمليه التصنيع يمكن ازاله الماده دي فهي ماده مش بالخطوره زي ما احنا قلنا ما سبتش ضررها ممكن ازالتها بمنتهى السهوله في في التصنيع يعني مش معقده يعني. نعم يعني لا تتطلب يعني لا تتطلب تكنولوجيا عاليه مجرد فلتر بيتحط بيشيل الماده دي نعم دكتور قبل ان نختم يعني هذا اللقاء يعني المختصر كيف تتعاملون مع يعني المعلومات التي تصدر في وسائل الاعلام خاصه انها لا أقول ليس لديه الحق أو لديه الحق في ذكر مصادرها لكن طلعة إعلامية مؤخرا تقول أن مختص يؤكد مرة أخرى أن هناك خطورة في المياه المعبأة والمستهلكة كيف تتعاملون مع هذه الأخبار دكتور؟ والله حضرتك المفروض أن المواد اللي بتمس صحة الإنسان بتمس سلامة الجمهور المفروض أن التداول بتاعها يكون بصورة عقلانية ويكون معزز بالوثائق ما ينفعش يقولوا متخصص وانا معرفش متخصص ده مين ولا بيشتغل فين. آه المفروض تداول الاخبار ديت يكون بصوره اكثر عقلانيه اذا كان في امور آه تتعلق بالصحه المفروض والمنطق بيقول ان انا اروح اكلم الهيئه الوطنيه للصحه. نعم ما اروحش لاي مكان تاني اخاطبه وانا بساله ايه الخطر الصحي اللي فاحنا عندنا اداره اداره الاعلام والاتصالات المفروض انها مختصه بمساعده الجمهور في هذا الشان اي سؤال يتعلق بالصحه المفروض انهم يتصلوا بالاداره ديت عشان ترد عليه نعم الدكتور محمد احمد علي رئيس قسم صحه البيئه بالهيئه الوطنيه للصحه شكرا جزيلا شكرا لكم شكرا, شكرا. مش...